أهلين، شرفت. بابا هذا حساب الرجال. خير، شبك بابا؟ اشترينا البيت ولسه لهلأ بزور لحتى عم ندبر أمورنا. الحمد لله عم نشتغل وماشي حالنا ونوفي كل شي. لا تحكي من دون تفكير، ما عم يكفوا ابني، ما عم يكفوا. مليت وطق قلبي، كل يوم عم جمع كم ليرة، ما بيكفوا أكل. بعرف إنه الطمع بالدين مو بالمال بابا. يا عيني، مو ناقصني غير أنت كمان. سنان أفندي، تعرف كم سنة صار لي عم اشتغل بهالغربة؟ بتعرف شي؟ قبل ما تشرف حضرتك بسنين، لا تحاكيني شروي غروي وتضيق لي خلاقي، أصلا أنا رح طق. حسبنا الله. شو هاد؟ عمو كاظم عم دور على أسيل لو سمحت. أسيل ما أنا هون. وين يا ترى؟ وانت شو دخلك؟ صح، حكيك مزبوط. بالإذن. Wait, I'm coming. خلص ما رح اطلق اكثر من هيك بلا ما تبرد همتك. ايه فهم، ما بدي رد عليك، فهمتها؟ ما بدي رد. شو جابك لهون هلا؟ لما ما برد يعني مشغول. وانا شو عرفني انه من وش الصبح عندك مهمات مسائية؟ ايه، شو جابك على بابي من وش الصبح؟ انا رح اتجوز. ولك انت شو هالجنان اللي بعقلك او لا؟ من وين طلعت بهي كمان هلا؟ الفكرة طالعة براسي من زمان، أنا عشقان فهمها. لا أنت بدي ضلني استنى؟ شو هالولد الأزعر يا؟ طيب تكرم. تمام يا سبع، تمام منعمل كل اللازم، أنت لا تاكل هم. وين رح تلاقي أحسن منك؟ مستحيل تلاقي، ما هيك؟ إيه؟ مين ساعدة الحظ؟ بعرفها ما؟ طبعا بتعرفها، أسيل. يلا روح بلا ما تبرد همتك، نحكي بعدين عوظيفتك. جود بده يتزوجك إليك ليه بقى؟ شايف ما طلع حسك بنوب؟ سألتك جاوبيني. وليك لسه من شوي كنتي بحضني، شو نسيتي يعني؟ شو صار هلأ؟ يا مان، الولد كان عم يقول إنه رح يتزوجك وما فينه يستنى لأنه عشقانك أنتي. أنا ما وعدته بشي بالمرة. يعني الولد من حاله عم يحكي هذا الحكي؟ عم تضحكي علينا نحن اتنين سوا؟ بقتلك وبحسب الله ما خلقك، لكن عم تلعبي علي مو هيك وليه؟ انتبه، أنا حامل. شو بيعرفني إنه الولد مني مو منه؟ صدقني إنه هالولد منك يا مان. طلعي فيني، إذا هالولد مانو مني أنا بقتلكم انتو اتنين، بتعرفي مو هيك؟ ايه بعرف. Can I help you, mister? I want this. It's so expensive. You can't change your mind. I know, so expensive. Are you happy to meet me? Very good. Now give me the ring quickly.
put it in the box. I don't want the box. يعطيك العافية. أوه يا حلت علينا البركة. أهلين وسهلين يا مان. كيفك؟ شو بتحب نضيفك هلا؟ ولا شي عم كاظم، مو جاي عبالي شي. شو رأيك بشي فنجان قهوة تركي خطير؟ شو نجيب قهوة؟ ها؟ انسى انسى هلا عمي، أنا لازم أحكي معك بشي مهم. أنا حسيت في عندك مشكلة من لما فتت. هات نشوف خير إن شاء الله. لا خير، أكيد خير. اسمع عمي كاظم، أنا طالب القرب من حضرتك. هيك لكان. إذا حضرتك يعني بتسمح لي، حابب اتزوج بنتك أسيل. لك ليش أنا رح لاقي صهر أحسن منك يا يمان؟ شكرا، هذا من زوجك. لا داي حالك هالقد، شو هالقصة اللي حامل همه ولو؟ بس يمان، نحن لازم نسأل أسيل بالأول. لا ما في مشكلة، ما في مشكلة من هالناحية أبدا، أسيل بتحبني. هيك لكان، يلا لشوف، معناها لا تاكل هم. جيبوا القهوة لصهري. اطلعي لك ضحي قبل ما أكسره. جود، شو اللي عم بيصير أسيل؟ ها؟ جود اهدى وروق. ما رح اهدى، الرجال عم بيقول انك بتحبيه. اهدى شوي. طيب ليكي، يمان طلبك هلأ من أبوكي وأبوكي وافق، قال له انه انت رح توافقي وانه انت كمان بدك اياه، قال له انه انت كمان موافقة تتجوزي. هالحكي مزبوط أسيل؟ مزبوط؟ قولي انه مو مزبوط بترجعكي. لك كيف بتعملي فيني هيك؟ اه كيف بتعملي هيك؟ لك كيف بتقدري وليه؟ الله يلعنك. انا اسفة كتير، بترجاك فهمت. افهم شو؟ اه لك انا بحبك ما هيك؟ لك انا كان بدي اتجوزك، شلون افهم؟ كيف افهم؟ انا بحبك كمان يا مجنون. ايه بس شو يمان؟ خلاني احب المصاري اكتر. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.